كده اصدقائي الاعزاء، كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. كل يوم فكره جديده، شكل جديد، طعم جديد باذن الله. تابعونا على صفحه سباك شاطر على الفيسبوك، قناه سباك شاطر على اليوتيوب. عندي ده هنا مطبخ، تفصيل ديزاين المطبخ. طبعا انا عشان جيت اشتغل هنا كان العميل مديني 2 ديزاين للمطبخ، اللهم لك الحمد. انا ما اعتمدتهمش واعتمدت حاجه تانيه من تفصيل محمد صلاح، من حيث الخبره والاراده والدخول والخروج عند كذا عميل. شفت ايه اللي بيتعب الناس، ايه اللي بيريحها، القصه دي كلها. اذا احنا قلنا في البدايه كان العميل طالب هنا، هناك كده يتحط الحوض وغساله، وهنا كده يتحط البوتاجاز. فاصبح المسافه ان انا اروح للحوض 2 متر 80 وارجع 2 متر 80. طبعا انا بطبخ فمحتاج معايا حوض اغسل عليه، يبقى بطبخ وبغسل في نفس الوقت، او عايز اجيب حاجه من البوتاجاز على الحوض، يبقى مسافه رايح جاي مسافه بعيده جدا. فاصبحها هتتعب ست البيت اللي واقف في المطبخ، بقى هتتعب جامد جدا من الحركه. ولكن احنا في عندنا مثلث حركه بنفضل نعمله، الغساله والثلاجه، حوض وبوتاجاز مع ثلاجه. تلاجة عكس البوتاجاز اطلاقا عشان خاطر السخونيه والحراره والكلام دوت. البوتاجاز يكون قريب من الحوض على قد ما اقدر بنسبه 100%. ليه؟ علشان انا هنا واقف بطبخ في نفس الوقت واقف بعمل اكل او بغسل او القصه دي كلها. فاذا احنا بصينا على المطبخ ده هنا كده، بدانا هنا كده بدايه الجنب خالص، حطينا غساله دش وشر، غساله اطباق، عملناها سخن وبارد عشان لو اتقلبت في يوم من الايام بقت غساله ملابس او اي حاجه ما، او الغسالات بقت نزلت غسالات سخن وبرد، عندي مخرج سخن بتاعي. عندي ده هنا بيبه بره اليونت عشان لا قدر الله في صيانه، في تسليك، في نظافه، في ميه بتغسل المطبخ، يبقى عندي البيبه خارجيه مش تحت اليونت. البيبه دي عامله معايا 90 سم من الجنب دوت، بحيث انا عندي الغساله 60 و5 سم بلاط 65، اصبح معايا 25 سم ما بين البيبه وما بين اللي واقف على الغساله. بعد الغساله على طول حطينا حوض متر، جه معايا هنا كده حوض متر. بعد الحوض حطينا يونت علبه تخزين 50 سنتي، عشان خاطر انا هنا على البوتاجاز بشيل من على البوتاجاز وعايز رخامه جنبي فاضيه، ما ينفعش احط الحوض لازق في البوتاجاز مباشره. ليه؟ عشان انا دلوقتي بطبخ على البوتاجاز، عايز اشيل الحله، يبقى عندي مكانين ولا يبقى عندي مكان واحد الناحيه دي؟ لا، عندي مكانين. فسيبنا ضرفه 60 سنتي تخزين من تحت معالي شوك اطباق اي حاجه اي ما في التخزين، واصبحت حاطط البوتاجاز بتاعي هنا. يبقى عندي هنا بوتاجاز، يونت، مطبخ، حوض، غساله. غساله الملابس في الوش الناحيه الثانيه، عشان دي ان شاء الله تبقى غساله ملابس اللي هي الفوق اوتوماتيك، بتفتح من فوق، يبقى مالهاش علاقه بالرخامه وباليونت بتاعنا. والسخان حطيناه برضو هنا بحيث لو انا هعمل سخان غاز. طبعا في عزل المطبخ انا مش عايز اعزل كتير، انا المنطقه اللي انا عايز اعزلها اللي فيها الصرف والتغذيه بتاعتي. فانا عملت حاجز مائي يعني عشان ما اكلفش العميل ماده عازله، مثلا عشان اعزل مطبخ زي دوت عايز 3 مجاميع او مجموعتين ونص، يعني بتتكلم في 1050 جنيه. طب في ايه لما اكلفها بمجموعه عزل واحده او بثلاث ارباع مجموعه عزل كمان ب 300 جنيه 325 جنيه. انا عملت حاجز مائي وعزل، حطيت مواسيري وعزلنا طبعا من تحتها والقصه دي كلها، وصندقنا عليها وعملنا ده هنا دليل التقطير بتاعنا عشان لا قدر الله لو في تسريب يخرج معايا على المنور بره او القصه دي كلها. طبعا كان عندنا تعديلات خارجيه والوقت ما ساعدناش ان احنا نصورها من بره، وده ان شاء الله ده شغل المطبخ. يا رب ينول اعجابكم، وتابعونا ان شاء الله على قناه سباك شاطر على فيسبوك وصفحه سباك شاطر على اليوتيوب. شكرا.